الزوجه حامل، واللي رغم جهد الحمل بتقوم بكل واجباتها المنزليه. الزوج كمان بيشاركها، وخاصه في مراعاه الولاد الاتنين. وبعد يوم طويل ومرهق بيجي وقت الراحه. في الوقت ده لاحظت الزوجه حاجه غريبه جدا، لاحظت الجيران اللي قدامها شباب واتنين في علاقه زوجيه. جوزها ما كانش مصدق اللي هو شايفه، لكن هي قالت له اللي بيحصل ده غريب جدا، على الاقل يركبوا ستاره علشان ما حدش يكشفهم. الزوج قال لها اكيد هما مش فارق معاهم، وشايف جارته الشابه رشيقه جدا. والزوجه علشان تضايقه قالت له ان الشاب كمان مثير جدا. الاتنين فضلوا يبصوا عليهم، وبعد كده طفوا النور علشان ما حدش يلاحظهم. بعد كام شهر الزوجه ولدت، وبدل مسؤوليه طفلين بقوا 3 اطفال، وكده يعني الجهد الزياده وقله النوم بقت بشكل مضاعف، الشيء اللي مخلي الام في حاله توتر وعصبيه على جوزها طول الوقت. الزوج بقى عنده منظار علشان يتفرج على جيرانه بشكل يومي، لكن طبعا هي كانت بتهاجمه، قالت له انت بتقضي يومك تراقبهم وانا في الشارع براعي 3 اطفال. كان بيحاول يهديها لكن عصبيتها خرجت عن السيطره، خلاص الجهد زياده عليها ومش قادره. بدات تتكلم بعصبيه، قالت له انها بتكبر وما بقتش شابه زي الاول، وان كل يومها رايح على خدمه الولاد. قالت له كمان ان انت بقالك 3 شهور وبتتفرج على الجيران من غير ما تمل منهم، وفي الوقت اللي انا بعاني من الولاده والرضاعه اللي ارهقت صدري انت معجب بجارتنا والرشاقه اللي هي فيها. الزوج قال لها ما تنسيش ان مش انا لوحدي اللي معجب بيهم، انت كمان. لكن هي قالت له ان هم عاملين زي حادثه العربيه اللي ما تقدرش ترفع عينك عنها. الحقيقه ان هي بتغير منهم، شايفاهم طول الوقت في حفلات وسهر واخر الليل في علاقه زوجيه، حياه ممتعه وما فيهاش اي مشاكل ولا جهد زيها. قالت له وانا في نفس الوقت ما عنديش ولا ثانيه لنفسي. الزوج حاول يهديها وقال لها انا زيك بالظبط، كبرت وما بقاش عندي وقت لنفسي، ما بقاش عندي اصحاب وطول الوقت بقضيه معاكم في وسطكم. الحقيقه ان مراقبه الجيران بقت ادمان عندها، بالنسبه ليها حياه جيرانها بقى زي المسلسل، المسلسل اللي مش قادره ما تتابعش حلقاته كل يوم، وحتى وهي وسط انشغالها بولادها لازم ترفع عينيها وتبص عليهم، حتى انها بقت تصحى بالليل علشان تراقبهم. لكن في يوم لاحظت ان حياتهم انقلبت، وفجاه بعد السعاده بقوا في حاله حزن. لاحظت كمان ان جارتها الشابه بتواسي جوزها، هي مش عارفه فيه ايه بيحصل، تتمنى تكون معاهم على نفس الترابيزه علشان تسمعهم بيتكلموا في ايه. بقت عينها عليهم طول الوقت اكتر واكتر، عايزه تعرف اي حاجه علشان تفهم ايه اللي بيحصل جديد عندهم في بيتهم. جوزها لاحظ ان الجار جاي يوم حلق شعره خالص. الزوج ما بقاش مهتم خالص بيهم بعد ما بقت حياتهم ممله وما فيهاش اي متعه، طبعا عكس مراته خالص والاهتمامها بيزيد يوم بعد يوم. وفي يوم جوزها سابها علشان ترتاح، اخد الولاد الثلاثه علشان يفسحهم. هي لاحظت في اليوم ده ان جيرانها الزوج والزوجه عندهم ناس كتير جدا، وان الجار الشاب نايم على السرير شكله مريض، وجارتها حزينه جدا وبتعيط. الجيران اللي كان يومهم مليان طاقه انطفت حياتهم، الحياه اللي اتغيرت ما بين يوم وليله. وبعد يوم كانت المفاجاه بالنسبه ليها، جارها الشاب مات. لاحظت ان الاسعاف موجوده علشان تاخد جثته، والجاره الشابه بتعيط بحرقه. الزوجه كانت متفاجئه جدا، نزلت من بيتها وراحت تحت عماره الجيران. اتاكدت فعلا ان جارهم الشاب اللي كانت شايفاه مثير مرض وجسمه ما قدرش يتحمل المرض ومات. شافت جارتها الشابه وهي حزينه جدا وهي واقفه بتودع جوزها، قربت منها ولاحظتها الجاره الشابه اللي قالت ليها انت ساكنه قدامنا في العماره. الزوجه كانت قلقانه جدا لا تكون عرفت انها بتراقبهم، لكن كانت المفاجاه بالنسبه ليها لما جارتها قالت لها ان هي وجوزها كانوا بيراقبوهم طول الوقت. قالت لها انت عندك 3 اطفال جمال جدا، شقوتهم كانت شيء مسلي جدا بالنسبه لينا. قالت لها اكتر لحظات ممتعه لما كنا بنراقبكم وانتوا بتاكلوا ولادكم. قالت لها كمان ان ولادكم مسليين جدا ومالين البيت فرحه عليكم. الجاره الحزينه قالت لها قد ايه ان حياتكم جميله وممتعه. الزوجه في حاله صدمه، اخذتها في حضنها بتواسيها على وفاه جوزها. بعد كده طلعت الزوجه على شقتها بتراقب شقه جارتها تاني، البيت اللي نوره انطفى فجاه. بصت وراها لما رجع جوزها واولادها الثلاثه، فرحه ودوشه، عياط وضحك ورغي. دي الحاجات اللي كانت بتسبب ليها في التوتر، وكانت بتتمنى تكون عايشه حياه هاديه من غير كل التوتر ده، لكن في لحظه عرفت قيمه كل اللي هي فيه. فيلم نافذه الجيران فيلم درامي امريكي قصير، اتعمل عام 2019 من تاليف واخراج مارشال كاري. الفيلم اخد جايزه الاوسكار لافضل فيلم قصير عام 2020. الفيلم اللي استوحت احداثه عن قصه حقيقيه للكاتبه ديان ويبر. الاثنين كانوا بيراقبوا بعض من الشباك، كل واحده معجبه بحياه الثانيه وشايفاها الاجمل والامتع. الزوجه والام شايفه حياه الشابه ممتعه وبتحسدها على الوقت الفراغ الطويل اللي هي عندها، وفي نفس الوقت الجاره اللي خسرت جوزها شايفه ان العيله بتاعتها عيله ممتعه وان الاولاد مالين عليهم حياتهم. الشباك اللي بتبص منه مش لازم ينقل الحقيقه وواقع، والحقيقه الوحيده انك لو عشت حياه غيرك اللي شايفها بالشباك هتتمنى ترجع لحياتك تاني. علشان كده نقفل الستاره ونرضى باللي جوه بيتنا، عيش يومك وحبه زي ما هو، اللي انت فيه نعمه يتمنى غيرك يعيشها مهما كانت الظروف قاسيه ومتعبه. اقفل الستاره وحب حياتك وعيشها زي ما هي.